السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير سابلي رويال بالشوكولا وحشوة الجوز والنوتيلا. أول شيء راح نحتاج إلى 250 غرام تاع الزبدة، من المستحسن تكون خاصة بالتوعيق. نحتاجو 3 صفار بيض، نحتاجو 3 ملاعق كبار تاع كاكاو بودرة. ماذا بكم تجيبو تاع الميزة لأنه عنده رائحة ما شاء الله، وكذلك الطعم تاعو رائع. نحتاجو خمارة واحدة تاع الحلويات، هي 5 غرامات عطر الفانيلا. هو أنا هنايا نحتاج كاس تاع الميزينة وكاس تاع المزهر والفرينة باش نلمو بها العجينة. تقريبا تدينا 400 غرام حتى 450 غرام، لأنه الحلوة هذه تتطلب أنها لازم تكون طرية بزاف. بسم الله، راح نبدأ على بركة الله. أول شيء راح نحط الزبدة ديالي، نخدمها باليد هكذا يعني مليح حتى تولي لي فونجي. مباشرة راح نضيف لها شيك غلاس، نحاول انه ندخلو سكر كلاص مع الزبدة، لانه سكر كلاص راح يعاون الزبدة باش تذوب مليح. دائما لازم براحة اليد وبحرارة اليد، والزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة، يعني ما تخرجوها ليلة من قبل من الثلاجة. الان راح نضيف الصفار البيض، انا كسرتهم في إناء، كما على بالكم رانا في فصل الصيف البيض يفسد بزاف، ماشي كيما فصل الشتاء. يعني نكسرو كل حبة وحدها هكذا، نخلط جيدا حتى تذوب الزبدة هذيك كما تولي طرية بزاف. كيما لاحظتوا هنا ذوبت الزبده هذيك مليح باليد. الان واش راح نعمل؟ نضيف المعزينه، نخلط مليح باش ندخل المعزينه مليح مع الزبده السكر والبيض. ثم نضيف مباشره الكاكاو، نغربلها مليح. ندخلها بأصابع اليد مع الخليط. الآن نبدأ نلم الفرينة. بسم الله، كما قلت لكم ديروا شوية برك باش تقدروا تتحكموا فيها. في نفس الوقت نزيد خميرة الحلويات هكذا، ونضم العجينة تاعي. اذا هنا بعد ما لميت العجينه تاعي، تحصل على هذه العجينه طريه بزاف، نحطها هكذايا في كيس بلاستيكي، نحطها في الثلاجه مده نص ساعه على الاقل باش ترتاح وتحكم روحها، ونرجعوا فيما بعد. الان راح نحضروا الشوكولا، ندوبوها من هنا كيما راكم تشوفوا. شوكولا نوار، هذه احسن من احسن الشوكولا اللي نستخدموها في الحلويات، ننصحكم بها. الان راح ندوبها في حمام مائي ونرجع فيما بعد. اذا هنا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي خليتها حتى بردت وبدات تجمد، يعني ما ديروهاش كي تكون سخونه باسكو ما تحكم لكمش في المول تاع السيليكون. الان راح نستخدم هاد لومول وندهن المول ديالي بالشوكولا. الطبقة الأولى نحطها في الفريجيدار حتى تبرد تحكم روحها، من بعد نزيدو لها دوزيام كوش. إذا نكمل كامل المول ديالي ونرجع.
إذا هنا بعد ما بردت وارتاحت العجينة تاعي في الثلاجة، أنا راح ندي شوية في يدي هكذا الباقي نخبيه ونفتحها في كيس بلاستيكي بهذه الطريقة، هي تكون حجمها روحها بزاف لأنه فيها الزبدة، الزبدة هذيك تجي ما تكون نحطها في الثلاجة، يعني نحاول أني نساعدها باليد ونفتح العجينة تاعي بالحلة، نحط فوقها كيس هبارك. ضروري جدا في الكيس هكذا باش تجيكم الخدمة سهلة، ما تتكسرلكمش. الآن راح نجيب طابع يكون كبير شوية على ليمون هذوك تاع الشوكولا ونقطع العجينة تاعي، ما ديروهاش عالية بزاف وما ديروهاش رقيقة بزاف، هذا هو العلو تاعها. نكمل كامل العجينة تاعي ونرجع. إذا ندخلها للفرن يكون ساخن درجة حرارة 170 درجة، يعني غير نلاحظوا أنها حمرت شوية من تحت نطفيو عليها، يعني ما نشعلولهاش الفوق. الآن نحمرو الجوز تاعنا، شوفوا هنايا كمية لاباس بها، راح دير لي حوالي 30 حبة لأنه ما كاش لي سباس بزاف هذاك المول تاع هذاك الشابو تاع الشوكولا، يعني راح نحتاج القليل فقط. هنا كيما راكم تشوفوا كاين 20 ألف، يعني ما تقولوش انه الجوز غاليتو، تقدروا تخدموا على حساب الكونتيتي على حساب دراهمكم، يعني تقدروا تشيلوا على حساب واش تحبوا، تقدروا تشيلوا ب10 ألف ب20 ألف ب30 ألف، لانه الجوز كما نعرفه خفيف وكذلك يعني يجي فيه حب بزاف. اذا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها تاع الجوز، كليته وريحته رقيق شويه، سمحوا لي فقط يعني عفوا مقبله قلت لكم حلوى غوايال بالجوز والنوتيلا، هي ماشي النوتيلا غلطت فقط، يعني درتها بالكامل. الآن راح ندير الكامل في مع الجوز ونخلط مليح، ومن بعد نحشي به الحلوة تاعي. من بعد تلقاو في صندوق الوصف الوصفة تاع نسلي كراميل. اذا بعد ما جمدت لي الشوكولا هاد القوالب كيما راكم تشوفوا، الان واش راح نعمل، راح نجيب وحده تاع السابلي هكذا ندير فيها شويه تاع الكراميل هكذا باش يسقنا هذاك الشوكولا تاع الفوق، نحط فوقها شويه تاع العقده هنا في المول هدايا، يعني اللي حطيناها فيه شوكولا نديروا فيه حشوة تاع الجوز، نمشوها بالعقل برفق باش ما تكسرش، لأنه كيما على بالكم هنا راهي طبقة تاع الشوكولا خفيفة جدا. نوزعوها هكذا مليح حشوة تاع الجوز، اللي ما عندهاش الجوز تقدر تستعمل اللوز ولا تقدر تستعمل الكاوكاو، أي مكسرات متوفرة عندها. اذا تحصلوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، من بعد نزينها في الطرف بالمكسرات. اذا هذا هو الشكل النهائي تاع حلوى تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو وتشاركوه بالاصدقاء تاعكم، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.